الله الرحمن الرحيم واصل دروس جدا مشترك علوم خيار عربية وفرنسية الأمر يتعلق بمبدأ القصور لبرنسيب دينيرسي الفقرة الأولى مجموعة مزولة ميكانيكيا مزولة ميكانيكيا ce qu'on appelle un système quoi isolé donc la première partie نتكلم على ce qu'on appelle un système dit isolé ou majmoua mazoula ولكن mécaniquement majmoua la physique ça peut être soit un corps au moins un corps ou plus yani majmoua يمكن لي نقصد بها جسم واحد ولا نقصد بها مجموعه من الاجسام الى افترضنا بان مثلا غادي ندير ان سامبول جو سامبوليز واحد المجموعه واحد الجسم هي هذه المجموعه المجموعه هي هذه صح غادي نعطي واحد اكزامبل عندنا واحد السيبور مثلا عندنا ان فيل عندنا ان سوليد اس هنا المجموعه سابيتيت حامل بوحدو سابيتيت حامل زائد الخيط سابيتيت مثلا يمكن يكون الحامل والخيط والجسم يعني تيكون عندنا واحد لو سيستيم اي ايتيدي تنختاروا المجموعه المدروسه لو سيستيم ايتيدي هذا لو سيستيم هذا يمكن يكون لو كور اس بوحدو يمكن يكون لو كور اس افيك لو فيل يمكن يكون لو كور افيك اس اي لو سيبور يمكن نزيدو لا تيغ دونك في الاول تنبريسيزو المجموعه المدروسه لوسكون بريسيز لو سيستيم ايتيدي الداخلاش فيه فيه لانتيريور هنا اش كاين كاين عندنا لاكستيريور اذا كاين لانتيريور دو سيستيم وكاين كوا لاكستيريور دو سيستيم تري بيان Un système, il est dit isolé, la définition d'Hélo, il est qu'un les forces extérieures, toutes les forces, toutes. Blarbiye, il est qu'un le jmou al-qiwa, ou le kin al-kharijiya. Khas al-qiwa al-kharijiya, c'est pas l'intérieur, mais l'extérieur. إذا كانوا ديك القوى الخارجية اللي على برا المجموع ديالهم المجموع الصامول ديالو هو السيجما هذا يقرأ السيجما تينوب على مجموع خاص هذاك المجموع يساوي زيرو باش يكون زيرو نسميوه ان سيستيم ايزولي خاص ليكستيريور تكون اوكين فورس اوكين توحدة اوكين فورس يعني دابا لو سيستيم ايزولي سي ان سيستيم كي نو سيبي اوكين فورس اكستيريور ماشي كاينين حتى وحده حتى حاجه ما كاينه يعني كلشي كاين الداخل الا كانوا دي فورس غادي يكونوا على الانتيريور ولكن الاكستيريور اوكين فورس هذا هو لو سيستيم ايزولي كي لا يقول الاستاذ واش كاين في لا براتيك في لا براتيك استاذ صعيب نلقاو شي سيستيم ولا شي جسم لا يخضع لشي قوه خارجيه فعلا ما كاينش واذا بغينا نتصوروا شي حاجه اللي هي ايزولي شنو هي غادي ناخذوا خصنا نختاروا شي سيستيم اللي ما فيه حتى حاجه خارجيه يمكن ناخذوا الكون كامل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى اي حاجه يمكن تصورها في الدماغ ديالك داخله في السيستيم ما تخلي حتى حاجه على برا الا ما خليتي حتى حاجه على برا سي سيستيم ايزولي ولكن فاش تخدمي في الفيزيك لان في لا فيزيك جي بيزوان دي فورس الى كنت غادي نختار لو سيستيم كله ما نخلي حتى حاجه على برا كيس كون فايتيدي دونك لو سيستيم ايزولي اون لي تيدي با ها اون لي تيدي با ولكن لو دوزيام تنحتاجوه لو دوزيام سي كوا سي ان سيستيم بسودو ايزولي بسودو هي شبه معزول ماشي معزول شبه لا ديفينيسيون شنو هي الى كان الاول هو تو سيستيم كي نو سيبي اوكين فورس اكستيريور هذا لا كاين لي فورس اكستيريور كاينين دونك هنايا il existe les forces extérieures كاين لي فورس اكستيريور لو نومبر ديالهم ما تيهمنيش يمكن يكونوا 1 2 3 4 5 لا 2 3 4 5 6 الى اخره خص يكونوا دي فورس معناها راه كاينين دي فورس مثلا كاين ثلاثه نديرو نقولوا حنا اف 1 اف 2 اف 3 attention ça peut être plus ça et 2 au moins La condition, les recettes
خصنا واحد لا كونديسيون باش نجيو نقولوا سي ان سيستم ايزولي. لا كونديسيون شنو هي؟ نجمعوهم خاص كل مجموع ديالهم بلس 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 خاص يعطينا فيكتور نول. وهاد بلس بلس هي لا صوم، لا صوم تنرزو ليها بماذا؟ بالسيغما. تنديرو السيغما دي زيف دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. هكا هاد السيغما تتنوب على ماذا؟ على لي بلس. او ليو دو دير اف 1 بلس اف 2 بلس 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 تنجمعهم في السيغما هنايا. السيغما سي لا صوم. دونك شنو هو لو سيستيم بسودو ايزولي؟ سيستيم بسودو ايزولي يعني ان كاينين لي فورس اكستيريور، كاينين ماشي ما كاينينش، كاينين لي فورس اكستيريور. يعني ملي غادي نختار واحد لو سيستيم ايتيدي غندير لو بيلون دي فورس، غادي نلقى دي فورس اكستيريور، يمكن لو بوا لا تونسيون دي فيل اكسيتيرا. ولكن في اتونسيون لا كونديسيون نيسيسير اللي خصها تكون خص تكون سيغما دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. كاين اللي غيسول الاستاذ وانا باش غادي نعرف بان لا صوم دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. حنا يلاه بدينا الدرس، انا ما قلتلكش امتى غتحقق سيغما دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. انا جي ديسكوت لا ديفينيسيون، ماشي جو ديسكوت كونت اسك نتا غتعرف بان لا صوم دي فورس ايكال زيرو. مازال ما وصلناش لهادي. انا اللي تناقش معاك سي لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون الي كلير. لوسكون تو دي ان سيستيم سيدو ايزولي تو فا دير سي تو سيستيم كل مجموعه كي سوبي دي فورس اكستيريور كاينين قوى خارجيه مي ا كونديسيون كو لا صوم دي فورس اكستيريور ايكال فيكتور كوا فيكتور نول. العنوان لو شابيتر تيهضر على ماذا؟ تيهضر على واحد البرانسيب. العنوان سي سكو نابيل لو برانسيب دو كوا دينيرسي او مبدا القصور. تتعرفوا في لا فيزيك بان لي برانسيب راه ماشي تيجيو تيتحطو هكاك، هذا راه مبدا بحال نظريه. تو سي ان شي قانون باش تجي تحطو تيكون مبني على لي زيكسبيريونس. مايمكنش تجي دابا تبدا تهضر من راسك هكاك، تو بو با. إذن هذا الدرس كله كما تشوفوا في العنوان إلي بازي سور كوا؟ لو برانسيب دينيرسي أون كلاس. جو دي أون كلاس غادي تغيتو بليزيور إكسبيريونس، واحد المجموعة ديال التجارب من خلالها غادي تستنتجوا هاد لا لوا اللي غنقول لكم دابا. مجموعة ديال التجارب في لا كلاس تقريبا واحد نص ساعة ديال المكانة، ساعة إلا ربع ساعة ديال المكانة ديال التجارب. ولكن أبري غاتوصلوا ولدي للقانون اللي غنقول لك دابا. القانون اش تيقول؟ تيقول واحد الحاجة، سمحوا لي غنكتبو اون عرب اي اون فرونسي. في معلم مرتبط بالارض، في معلم مرتبط بالارض فرونسي. دونز ان روبير، روبير lié à la terre. Que les régulus cèdent le repère de la terre. T'as d'abord faut dresser l'idée. Le mouvement et la vitesse. On ne peut pas parler d'un mouvement ou bien le repos, non mouvement, sans faire introduire quoi le repère de l'étude. Cher Gnelli, Gnelli, il est le même de l'Iranati, terre tarte blard. C'est ce qu'on appelle un repère galiléen. معلم مرتبط بالارض نسبة الى العالم غاليلي تتسمى معلم غاليلي، ان روبير غاليليا. مزيان. في هذا المعلم هذا كاين واحد لا كونديسيون فيها سي، سطروا على شي تنكتب سي. سي معنى في حالات، في حالات سيغما دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. Et lorsqu'on dit sigma des forces égale à zéro, ça veut dire quoi? Le système il est pseudo-isolé. Pseudo-isolé. Je m'en ai dit, mais je l'ai mécanique. Et maintenant, tu as dit que tu as dit تتحط واحد الشرط بناء عليه غادي توقع شي حاجة. بريفونسيون غتوقع، غتقول اش غيوقع؟ سي.
دابا خصنا اش غيوقع؟ هادي سميتها التوقع، التوقعات لي بريفونسيون. تتقول الا كان هاد الشرط اش غيوقع؟ ملي تنقول اش غيوقع معنا انت غادي دير التنبؤ بالليطا ديال داك المجموعه المدروسه، لان هادشي كلشي داير على المجموعه المدروسه. ملي تنقولو سيغما دي فورس اكستيريور ايكال زيرو، اذا عندك واحد لو سيستيم، واحد لو سيستيم ايتيدي. تقول هاد لو سيستيم هذا اللي هو هاد لو كور كي غيكون ليطا ديالو، يعني التوقع تيكون حول ليطا ديال الجسم. واش هاد لو كور الي او موفمون؟ واش هاد لو كور نو بوش با؟ ويلا كانو موفمون كيلي ناتور دي موفمون؟ اذا دابا غادي تصدر واحد الحكم على ليطا ديالو. تنقولنا بان لو برانسيب دينيرسي بحال واحد القانون تتستعملو انت باش تصدر واحد الحكم على ليطا. تتصدر الحكم بناء على ماذا؟ على معطى عندك بحال القاضي. تتكون عنده تكون عنده ملف معين تيدرسو، تيكون عنده واحد المعطى معين بناء بيان سوغ على ادله وكذا وكذا، اش تيقول؟ يصدر حكما، تيقول الطاقة اللي غادي يوقع. اذا اللي عندي هي هادي، اش هو التوقعات الجسم؟ كاينه الاولانيه، هذاك لو سيستيم ايتيدي نسميه اي اس اس، تيكون اوروبو سيتادير نو بوش با. هاد الهضره اللي تنكتب انا ماشي جنة كتبنا نحفظوها كوم سا بيتمون، ولكن جدي هادشي كله غتوصلوا ليه انطلاقا من لي زيكسبيريونس. كاين هادي، ملي تيكون لو موفو لو كور اوروبو لا فيتيس ديالو شحال غتساوي؟ زيرو. لا فيتيس دو سونتر دو جرافيتي، لو سونتر دو جرافيتي ديالو زيرو. او بيان الحالة الثانية ماشي اي او، لو موفومون دو سونتر دو جرافيتي، لو سونتر دو جرافيتي جي اي كونستانت، اي كونستانت. تنكتبو في لا فيتيس ولا لو فيكتور فيتيس، لان الا كان كونستانت راه لو فيكتور في الدرس اللي داز كونستانت. لو فيكتور فيتيس هنا نقدروا نزيدو زيرو ماشي مشكل، ايتيغال ان كونستانت. هذا هو لو برانسيب دينيرسي. اذا كما قلت انا انه تيجي من التجارب، اولا بعدا خصنا نشدوه ندخلوه للدماغ ديالنا، عاد غادي نجيو للتنزيل ديالو نشوفو اين يستعمل. اذا لينونسي ديالو اش تيقول؟ دونز ان روبير غاليليان لي ا لا تيغ، سي ان سيستيم اي بسودو ايزولي ولا ايزولي، ايزولي تنخدموش بها. اش تتعني بسودو ايزولي؟ سيغما دي فورس اكستيريور ايكال زيرو. قلتي سي، يلا شو التوقع ديالك؟ الور، هذا هو التوقع. الور لو ستودي الور غتبدا تهضر لي على ليطا ديال الجسم. الور سو كور لا سوا الي اوروبو ماشي اي او الي او موفمون، كاين موفمون ريكتيليني اونيفورم بالعربيه في معلم مرتبط بالارض. إذا جاو غاليلي إذا كان جسم شي معزول ميكانيكيا سيغما دي فورس إيكال زيرو، فإن أنت دابا تدير التوقعات ديالك، فإن هذا الجسم إما أنا ما عرفتوش كيفاش غيكون، تنتوقع وحدة فيهم، راه إما هذا غادي يكون في السكون وإما غيكون في ماذا؟ موفومون ريكتيليني أونيفورم. خاص الشرح بالأمثلة باش نفهمو مزيان. قبل ما ندخل في الشرح ديال هادي، هادي سيت اون ايكيفالونس، تكافؤ هادي. لوست جو دي التكافؤ تتقرا في لي دو سونس، تتقرا في هاد لو سونس هذا وتتقرا في لو سونس دو. الفرق بيناتهم الا قريتيها في لو سونس ان، الا عندك هاد الشرط في لي دوني ديال التمرين، لان ملي غنجيو للتمارين، ملي غنجيو للتمارين راني غنعطيك انا واحد الشرط من عندي، غادي نعطيك علاش تبني باش تحكم. شتي واحد الشرط انا غنحطو وانت غتستنتج. غادي نعطيك انا مثلا هذه من عندي، انت اش غتقول؟ غتقول استاذ اما لو كور اوروبو اما لو سونتر دو جرافيتي ديالو او موفومون ريكتيلين اونيفورم. يمكن يكون العكس، يمكن في التمرين انا غنعطيك هذه، غنقول لك لو كور اوروبو، غنكتبها لك، انت اش غتعطيني؟ غتعطيني هذه، تكتبها دير راسك، يعني غنعطيك وحده اخرى تكتبها انت. جيت انا قلت لك بان عندي واحد لو سوليد او موفومون ريكتيلين اونيفورم، اش غتكتب انت؟ انت غتكتب هادي. دونك غادي سمحوا لي غنكتبهم لتحت بجوج.
الى عطيتك انا سيغما دي فورس اكستيريور في التمرين ايغال فيكتور نول، الى عطيتك انا في التمرين لا فيتاس ايغال زيرو، عطيتك في التمرين ان موفمون ريكتيلين اونيفورم كوم سا. هادو قلت بان في لي دوني، انا اللي جيت كتبتهم لك. انت اش غتقول؟ غتقول استاذ واش سيغما دي فورس ايغال زيرو؟ وي. غتقول سوا لو كور اوروبو سوا ان موفمون ريكتيلين استاذ اونيفورم، يعني وحده في الجوج. وابري غادي نعاونك باش تشوف شكون واش الاولى ولا الثانيه. عطيتك انا في جي ايغال زيرو، شوف مزيان اش غتقول انت. سيغما دي فورس ايغال زيرو، كتبها لراسك. عطيتك موفمون ريكتيلين اونيفورم، اش غتكتب؟ الا عطيتك هادي غتكتب انت هادي. غتقول استاذ راه عندي الحق نكتب سيغما دي فورس اكستيريو ايغال زيرو. اذا تنعطيك وحده، انت غتكمل من عندك، وهذا الشيء غنشوفو مباشره دابا في لي زيكزارسيس قبل هذاك الشيء. شي مرة تيقول لك واش ليتا دان كورس غيبون او برانسيب دينيرسي، تيعطيك واحد لو كور تيقول لك واش ليتا ديالو غيبون او برانسيب دينيرسي. هل حالة هذا الجسم تستجيب لما بدا القصور؟ اشنو امتى غتقول نعم؟ امتى غتقولها؟ اعطيتك هادي قول نعم، اعطيتك هادي قول نعم، اعطيتك هادي قول نعم. فين ما تلقى شي وحده في هادو، هادي ولا هادي ولا هادي، تو فادير وي اي لوبيي او برانسيب دينيرسي. غادي نمشي معكم دابا الامثله نشوف واش فهمتوا شي حاجه ولا والو. ركاردي لا المثال الاول، عندنا حامل خيط كره لا تيغ، عندنا بلون انكليني ان كور، بلون اوريزونتال ان كور، بلون انكليني ان كور. هنا غادي نعطي تسجيل، هنا غنعطي تسجيل، هنا غنعطي واحد التسجيل. هذا لو سيستيم ايتيدي هو هذا لو سوليد لو سوليد لو سوليد لو سوليد. هنا واحد لو بوان او موفمون هكا. هذا غنقول لك الي اون ايكيليبر، هذا اون ايكيليبر، هذا اون ايكيليبر، هذا نازل افيك اون فيتاس كونستانت لا فيتاس دو جي. هاد المسافات متقيسين، ولكن هذا لو موفمون دو جي. هادو المسافات يتزادو، وهادو المسافات متقيسين، متقيسين هادو المسافات. هنا النقطة ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 الى اخره، هذا لو سونتر. سؤالي كل كا غتقولوا لي واش ريبون او برانسيب دينيرسي ولا لا؟ نبدا بهذا ونجي نجيو هذا. واش ليطا دو سوكور لا؟ واش ليطا دو سوكا دو سوكور لا؟ اسكيل اوبيي او برانسيب دينيرسي. اش قلنا؟ شوف اش كاين هنا. واش هذه كتبتها لك؟ لا استاذ ما كتبتيهاش. كتبت لك في جي ايكال زيرو، ما كتبتهاش. كاتب لك انايا في جي كونستانت، ما كتبتهاش. ولكن كاينه وحده هنا، اشنو هي؟ ما شتيش لو روبو، ما شتيش ليكيليبر. ليكيليبر هو لو روبو، بويسكي لي اون ايكيليبر. دونك وي ال اوبي او برانسيب دينيرسي، ال اوبي او برانسيب دينيرسي. شكون هي هاد؟ راه هي هاد. انت ماذا تستنتج؟ غتكتب هادي، غتقول دونك او استاذ دونك سيغما دي فورس اكستيريور ايغال اكوا ايغال زيرو. هذا اون ايكيليبر، ليكيليبر هو لو غوبو. اسكو اوبي او برانسيب دينيرسي؟ غتقول وي. غنقول لك يلاه كيس تو فاديدويغ، يلاه ديدوي شي حاجه. تقول استاذ دونك راه سيغما دي فورس اكستيريور استاذ ايغال زيرو. انت كتبتيها لراسك. نفس العمليه هنا، ايكيليبر نفس الشيء. شوفوا هنا لو كور دي سون افيك اون فيتاس كونستانت، كاينه هنا شتي فيتاس كونستانت. غتقول وي ال ريبون او برانسيب دينيرسي. غنقول لك يلاه دونك كوا غادي تلوح ليا الاخرى سيغما دي فورس اكستيريور مسيو ايغال زيرو. شوفوا هنا كي داير المسافات متقيسين، اسميت هاد الحركه موفمون ريكتيلين اونيفورم. اش كتبنا هنا؟
le mouvement rectilinéforme, elle obéit au principe d'inertie. Elle obéit ou là, elle répond au principe d'inertie. Regarde le cachet clic, regarde la somme des forces extérieures. Regarde monsieur zéro. Elle me s'est fait Z. C'est un mouvement quoi? Accéléré. Est-ce que le mouvement accéléré répond au principe d'inertie? Non, mais qui est non? Regarde monsieur, non, il ne répond pas au principe d'inertie. Regarde qu'est-ce que tu vas dire sur la somme des forces extérieures? Maintenant qu'on répond, je t'en dirai, t'en dirai zéro. Il n'y a pas de différent de zéro. Monsieur, la somme des forces, elle est différente de zéro. Tenia. Alors, c'est comme un mouvement circulaire. Voilà qu'il est la même distance. Bien sûr, la même durée. Tôt. C'est un mouvement circulaire uniforme. C'est un mouvement circulaire uniforme. Où est-ce le mouvement circulaire uniforme obéit au principe d'inertie? Non. Je connais obéit au principe d'inertie. Le mouvement rectiligne. Mais c'est circulaire, elle dit non. Non, il ne répond pas au principe d'inertie. Si je te demande, qu'est-ce que tu peux dire sur l'ensemble des forces extérieures? Lorsque vous dites oui, vous êtes égal à zéro. Lorsque vous dites non, vous dites quoi? Il est différent de quoi? Différent de zéro. Ok? Hado, fakat les applications. Ce sont des petites applications. Les radicaux comme chouillat, c'est un soubimabdaï al-Qusur, le principe d'inertie. Maintenant, j'ai dit maintenant, on va passer à quelques exercices. Premier exercice. Exercice 1. Vous avez un sol horizontal. Ici, vous avez un sol incliné, ou là, Moustawa, le mail, incliné d'un angle alpha. Ici, vous avez un solide. What? Ici, vous avez un solide. What? Fait le début, en équilibre. Hadatawa, en équilibre. Radine de Zoul, les capes juges en même temps. Hein? La première question. L'inventaire des forces. Je connais les forces, le système OSA, qui est le poids de l'eau, qui est la réaction du sol. L'inventaire des forces. Le poids de l'eau, la réaction du sol. C'est la première question. Hein? Première question, première question. Deuxième question, deuxième. Est-ce que l'état de corps répond au principe d'inertie? Radgoul Bienna, le solide, elle est en équilibre, donc elle est au repos, donc elle répond au principe d'inertie. Blaria. Al-jism fi soukoun, yastajibu li mabda al-qusur. Tahna nafs chay, équilibre, soukoun. Soukoun, idan yastajib. لي مبدئي القصور ثلاثة غنقول لك كيسك تو بو دير دو لا سوم دي فورس اكستيريور كيسك تو بو دير دو لا سوم دي فورس اكستيريور لوسك تو دي كيسك تو بو دير اش ما نقصد واش زيرو ولا تخالف زيرو بويس قلت لي ريبون دونك فيكتور نول بويس قلت لي استجيب فيكتور نول السؤال الموالي ريبريزونتي لي فورس نفس الشيء ارسم القوى المطبقه على الجسم نمشيو للرسمه الدراري لو بوا فيغ لو با حتى كلشي عارفه لو بوا فيغ لو با كلشي عارفه شكون اللي بقات لي بقات لي اغ خصني نرسم اغ كي غندير رسمه اغ هاتي كي غندير رسمها فيت اتونسيون استاذ ما دويتيليناش على لي فروتومون استاذ والسد ما دويتيش على لي فروتوم والاحتكاكات الا كانت الاحتكاكات مهمله كي غتكون ار هنا بيربونديكولور او سول هنا بيربونديكولور او سول ما قلت والو وسبق ليا خدمت معكم تبري بحال هذا بحال هذا شوف كي غتفكوا دابا بي لو بوا بي سي فاسيل في الرسم سهله بقات ار ارجع للسيغما دي فورس ايغال ا زيرو
عندما نقول سيغما دي فورس ايكال زيرو ماشي غاجينا وكتبناها غنحلو بها واحد المشكل. شكون سيغما دي فورس؟ كاينه بي زيد كاينه ار زيد ايكال فيكتور نول. نفس العمليه بي زيد بلس ار ايكال فيكتور نول اونتر بارونتيز. اسمحوا لي انا غنفتح واحد القوس. ملي كنا تنديرو التاثيرات الميكانيكيه لي زانتيراكسيون ميكانيك واش عقلتوا على واحد الحاجه؟ إذا كانوا عندنا دو فورس دو فورس دو اف 1 و اف 2 تيل كو اف 1 بلس اف 2 ايكال زيرو. كنت كتبت لكم بان سميتهم قوامات متوازنه اكيليبري وكنت كاتب لكم في واحد التمرين واحد الشرط اشنو هي متوازنه ايلزون لا ميم ديراكسيون عندهم سونس كوا اوبوزي وعندهم لا ميم كوا انتونسيتي. هنا غادي نرجع لهنا مهمه جدا فين ما يكونوا عندكم دو فورس راه كتعالج جوج ماشي ثلاثه راه كاين تمارين فيهم لي كور كي سيبي تروا فورس تتكلم على جوج. الا كانوا دو فورس وكانت لا سوم زيرو غتكتب راسك هادشي اللي كتبت لك هنا دو فورس راه كاين غير جوج هنا جوج ماشي ثلاثه تي فادير ميم ديراكسيون sens quoi opposé la même intensité وهذا الشيء هو اللي غادي يعاونك ترسم لي ار اشنو هي لا ميم ديراكسيون سي كوا لا ميم ديراكسيون فين بعد لا ديراكسيون دو بي هي هذه في لا ديراكسيون دو بي هي هذه اذا لا ميم ديراكسيون معنا ار تاعي غتجي هنا كونفوندي راه كاين في المات ميم ديراكسيون باراليل وكاينه كونفوندي فيزيك كونفوندي خاص ار تي تجي كونفوندي مع هادي هاي ميم ديراكسيون ولكن سي لا ميم انتونسيتي نفس الشيء خاص تجي ار و بي كونفوندي هادي هي لا ميم ديراكسيون. شفتوا كيفاش رسمنا ار باش رسمتها عاونت بلو برانسيب دي انيرسي بديك السيغما دي فورس ايكال زيرو. ملي غاترسمها نعطيك واحد السؤال واش كاين لي فروطوم ولا لا؟ شوف هاد لو كا هذا كي داير ار الي بيربونديكولير او سول با دو فروتمون ولا لي فروتمون نيجليجابل تقولوش با دو فروتمون ها فروتمون نيجليجابل كاش لي فروتمون اون دو بارونتيز هنا اسكو ار اي بيربونديكولور او سول نو لي فروتمون نو سون با نيجليجابل لي فروتمون نو سون با نيجليجابل تقدر تيقن دي لا نورمال وهذا لونغل دو فروتمون درناه هذه واحد الامثله اللي مهم عندي في جوج الامثله كاين واحد الحاجه مهمه جدا كانت تيقول لي في التمارين استاذ الا كانوا لي فروتومون نيجليجابل لو را ليتا دو سوليد ريبون او برينسيپ دينيرسي و الا كانوا لي فروتومون نو سون با نيجليجابل اي نو ريبون با لو برينسيپ دينيرسي ما عنده حتى علاقه مع لي فروتومون ما عندوش. اجي تشوف اجي معايا هنا اش كتبتي هنا كتبتي لي ريبون او برينسيپ دينيرسي و تانا كتبتي غيبون او برانسيب دينيرسي شتيها وهنا لي فروتومون نيجليجابل وهنا لي فروتومون نو سون با نيجليجابل اذا ما كاين حتى علاقه بيناتهم لا علاقه مع لو برانسيب دينيرسي مع لي فروتومون يكون ولا ما يكونوش هادشي ما عنده داخل وفي البرانسيب راه ما جبدناش سميتو لي فروتومون. عطيتكم لو كا ديال ليكيليبر ايماجيني بان هاد لو كور ال دي سان او موفمون وعطيتكم تسجيل ديال لي بوان بحال هكا مثلا تسجيل ولكن لي ميم ديستانس قلت نفترضوا مثلا بان لو كور اللي او موفمون وعطيتكم هنايا المسافات متقيسين غادي نعاود لك لي ميم كيسيون راه نفس التخراج لي فورس كاينين جوج اسكيل ديبون دو برينسيپ دينيرسي غتقول وي لان لو موفمون كوا ريكتيليني اونيفورم و السيغما دي فورس ايكال زيرو بيان سور اورسوم بي رسمتيها اورسوم ار نفس الطريقة اذا نفس الاجوبة اللي لقينا في السكون غادي نلقاوها في لو موفمون كوا ريكتيليني اونيفورم تخي بيان. ما فيها باس نزيد واحد التمرين يكونوا فيه بلوس كو دو فورس ما فيها باس نزيد واحد التمرين باش ما تولفوا لياش دو فورس لان في الكور تا
تديروا الكره avec deux forces ولكن راه ماشي ديما كاينين deux forces. ناخذ واحد المثال. عندكم واحد لا طابلا كوسان دي راه كلشي عارفها كوم سا اون طابلا كوسان دي هاي. هاد لا طابلا كوسان دي غادي نحط فوقها لو بالي الريميا هكاك لو فور المفجر المركزيه. غادي نشدو هاد 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 الريميا غادي نربطها بواحد الخيط لواحد الحامل سيبور بحالكم. اوكي محطوطه جو نيغليج لي فروتمون او نيغليج. غادي نخدمو ديك المعصفه لا سوفلوري اللي غتسوفلي باش تهز الريميا ما تبقاش تفروتي مع بابي كاربون. هاد لي فيل هذا ما تيتجبدش انكستونسيبل عنده لا ميم لونغور. باغ اكزومبل الريميا هي هادي غنشدها ندفعها ولكن لا طابل لي اوريزونتال لا طابل اوريزونتال هادي واحد التجربه تدير في القسم تنشدو الريميا تندفعوها تندفعها. ملي غنقول غندفعها سمحوا لي انا غنرسم له الشيما هنا غتجي بحال هكا الريميا هي هادي غندفع غدير الخيط شاده الخيط شاده بحال غدير هكا غتكون او موفمون روغاردي غتشد الدفع انت غدير بحال هكا غديبلاصها في واحد البلو اوريزونتال. راه كاين اللي غيعيق بيا دابا هذاك لو بوان ام اللي غادي يجي لتحت طونكو الريميا شاده خيط والخيط ما تيتجبدش راه الريميا تبقى دير بحال واحد لاك دو سيركل ارك دو سيركل بحال هكا الي او موفمون دونك الريميا الي او موفمون. غنقول لك الاسئله الاولانيين لانفونتير دي فورس وستات كاين ثلاثه شكون هما الثلاثه هادو كاين لا طونسيون دي فيل كاين لو بوا ديال لو كور كاين لا رياكسيون ديال لو سول اغ لا رياكسيون اي لي بيربونديكولير افيك لا طابل علاش لان لي فروتومون نيجليجابل كاين ثلاثه دي فورس. دابا انا بغيت نوصلك لو برينسيپ دينيرسي الريميا الي او موفمون الريميا راه الي او موفمون. السؤال ديالي واش هاد لو بالي اسكيل ريبون او برينسيپ دينيرسي. غتقول لي استاذ عطيني التسجيل نشوفو نجاوبك لان دابا السكون ما بقاش. الا عطيتك التسجيل اش غدير غتشوف لو موفومون واش ريكتيلين اونيفورم غتقول ماشي ريكتيلين اذا نوبي با او برينسيپ دينيرسي ما غنعطيكش التسجيل غير من لي فورس غير من لي فورس او استاذ غير من لي فورس. اجي شوف لي لي فورس سيغما دي فورس اكستيريور كوميان دو فورس كاين ثلاثه كاينه ار بلس بي بلس تي انت كتبتيهم. الا بينتي ليا خصك تبين انت الا بينتي بان هذا الشيء زيرو فيكتور نول ال او بيو برينسيپ دينيرسي بينتي ماشي زيرو ال ريبون با اذا خصك تجتهد. واستاذ كي غندير شوف لي اب اي او بي اش عندهم ميم ديراكسيون زيد سونس اوبوزي غنكتبها هنا تنتكلم على هاد لي دو لا ميم ديراكسيون سونس اوبوزي. الى بينت بان لا ميم انتونسيتي غتولي لا سوم ديالهم فيكتور نول هاي دو فيكتور فورس باش تكون لا سوم ديالهم فيكتور نول خص يكونوا ثلاثه د الشروط لا ميم ديراكسيون كاينه سونس اوبوزي كاين ميم انتونسيتي. دابا الريمية في غاديه غاديه في ان بلون اوريزونتال فكر معايا بالدماغ ديالك غاديه في الاوريزونتال ما تدخل في الطاوله ما تطلع من الطاوله. هاد لا فورس اغ شنو هو ليفي ديالها تجر الفوق ليفي ديالها هي ان هاد الريميه بغات هي تطلع الفوق تخرجها من الطاوله و باش تدير تجر الريميه لتحت. ايماجيني بان اغ كبر من بي جي دي ايماجيني كون كانت ار كبر من بي غتولي لي فيد ار كبر من لي فيد بي اذا الريميا غتغادر الطاولة طلع. كون كان لو بوا كبر من ار تنتكلم في لوريزونتال اتونسيون تنتكلم في لوريزونتال. الا كان بي كبر من ار غيولي لي فيد دو بي كبر من ار يعني انا ديك الريميا غتنغرس في الطاولة الزوجة تهرسها. في التجربة الريميا تتبقى في لوريزونتاليتي
يعني ان ار ماشي كبر من بي و بي ماشي كبر من ار صافي دير كوا ار ايغال بي هذه لا وهذه لا اذا لا ميم انتونسيتي و الا كانت لا ميم انتونسيتي شحال غيساوي هادو غيساوي فيكتور نول ها الا كان فيكتور نول هادو غيحيدو شكون اللي غتبقى تبقى ليا فيكتور تي بما ان بقات فيكتور تي اذا بقات اون فورس وهاد لا فورس بيان سور كاينه دونك اي ديفيرون دو زيرو Donc la somme des forces extérieures différentes de 0, ça veut dire quoi? Elle ne répond pas au principe d'inertie. Oui, la prise de tir, rien de génétique de sigil. 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 Rien de génétique de لا يستجيب لمبدا القصور لان مبدا القصور فين تيكون في الحركه المستقيمه المنتظمه مزيدا من التمارين ان شاء الله في الثلاثيه ديال التمارين دابا هذا الكره الفقره ما قبل الفقره المواليه الحركه الاجماليه لجسم صلب غير سمحوا لي قبل ما نتكلم الحركه الاجماليه دابا هذا الجي هذا الجي حنا اش تنسميو تنسميو لو سونتر دو جرافيتي دانكور سونتر دو جرافيتي سمحوا لي راه كاين لو سونتر دو جرافيتي وكاين لو سونتر دينيرسي في لي زيتود سوبيريور غادي تقراو لي اون ديتاي لا ديفيرونس بين سونتر دو جرافيتي و سونتر دينيرسي كاين واحد لا ديفيرونس بيناتهم و سا ايتيديو في لي زيتود سوبيريور كيما قلت حنا في ترون كومون اون ايفيت هاد الشيء هذا خذوا بان لو برانسيب دو جرافيتي بحال لو برانسيب دينيرسي جيدي راه ماشي بحال بحال في التعليم العالي باش تعقلوا عليها تقولوا استاذ كتب علينا ولا دابا بحال بحال سونتر دو جرافيتي سونتر دو انيرسي لو موفومون دونسومبل الاربعه الحركه الاجماليه اللي جسم ينصلب تعرفوا بان واحد لو كور بحال هكا بحال الرميه الا مشيت للحو يكون في حركه راه لو بوان كلهم تيتحركوا كلشي بحال شي كار غادي وفيه مسافرين كلشي تيتحرك كاين سكون لابيل الحركه الاجماليه والحركه الذاتيه الحركه الاجماليه لو موفومون دونسومبل لا ديفينيسيون ديالو هو لو موفومون ديال لو سونتر دينيرسي ولا سونتر دو جرافيتي هذا تنسميو الحركه الاجماليه اما الحركه الذاتيه تتكون ديال لي بوان يعني في الكار دابا شكون هي الحركه الاجماليه هي الحركه ديال لو سونتر دو جرافيتي ديال الكار كامل واللي فيه اما الحركه الذاتيه هي الحركه ديال كل واحد هذا الشيء الذي طاي في التمارين وناتي الى الفقره الاخيره الفقره الاخيره هي العلاقه المرجحيه سي سكون لابي لا فورمول ديال لو باري سنتر العلاقه المرجحيه ستين غولاسيون تري امبورطون في السنوات المقبله غادي ننطلق لكم من واحد المثال بسيط جدا 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 شوفوا معايا غادي ناخذ واحد لابار اون بار هاد لابار هادي غادي ندير فيه واحد لوكور اس 1 وواحد لوكور اخر اس 2 اس 1 اس 2 هاد لابار عندها واحد الطول مثلا سي با موا 100 سنتيمتر تري بيان لوكور الاولاني لو سونتر دو جرافيتي ديالو هو جي 1 اما لو كور الثاني لو سونتر دو جرافيتي ديالو هو جي 2 اذا عندنا دو كور دو كور هذا عنده اون ماس ام 1 هذا عنده اون ماس ام 2 مثلا هذا فيه 2 كيلوغرام هذا مثلا فيه 1 كيلوغرام اذا عندنا دو كور وهاد لابار ما عندهاش لا ماس سون ماس ماس نيجليجابل غادي ناخذ واحد لو سيستيم لو سيستيم فيه لي كور بجوج اس 1 و اس 2 يعني هذا مع هذا غنطرح السؤال بغيت نحدد لا بوزيسيون دو جي و سيت كون جي لو سونتر دينيرسي ولا لو سونتر دو جرافيتي ديال لو سيستيم يعني فين غادي يجيني السونتر دو جرافيتي ولكن ديال هذا مع هذا نقدر نديرها في التجربه لابار هي هادي ها لابار هي هادي ايماجيني ما كاينش لي كور فينا هي بلاصه لو سونتر دو جرافيتي ديالها الا كانت هوموجين
إلا كانت لابار أوموجين فين تيكون سونتر دو جرافيتي تيكون في الوسط شوف هي البلاصة اللي غتشد ليكيليبر فوالا هذا هو الجي دابا كاين هنا إلا درتي هنا أون ماس ديال كيلو وهنا ماس ديال دو كيلوغرام جوج كيلوغرام تقيلة بزاف غتميل هاكا فين غتشد ليكيليبر إلا بغيتي تميل ها غتكحزا هاكا تكحزا 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 تتشدد بالك شدها هاكا يعني ان لو سونتر دو جرافيتي ديال لونسومبل غيكون قريب لاماس الكبيره سمحوا لي راه درت هنا 2 كيلو كنت تنشرح ب 2 كيلو لا كيلو هنا 2 كيلو اذا هاد الجهه هي اللي ثقيله الجهه الثقيله غتكون حداها الجي هو اش غيقول لك ماشي غادي يقول لك يقول لك رسمها بالضبط في الاول غادي يقول لك ديتيرميني لا بوزيسيون دو جي بارابور اما بارابور مثلا الجي 1 ولا بارابور الجي 2 بالدارجه غيقول لك فين جات الجي بالنسبه للجي 1 عندما نقول فين جات الجي بالنسبه للجي 1 بغى يقول لك حسب لي المسافه من الجي حتى للجي 1 هذه المسافه اعطيها ليه يعني هذه المسافه كامله هي 100 سنتيمتر هو بغى غير من الجي الى ماذا الى الجي 1 كاينه اون فورمول تطبق سي سكون ابي لا فورمول دي باري سونتر انا غنكتب لكم هنا وليداتي عفاكم ها الاولى مجموع ديال ام اي ملتيبلي بار جي جي اي ايغال فيكتور نول ها وحده اسمحوا لي غنخدم بهادي هاد العلاقه اش باغي نجبد منها باغي نحسب المسافه بين جي و جي ان انا غنمحي هادشي اللي كتبت هنايا كاين اللي غادي يسولني دابا تو تويت استاذ اش تقصد بهذيك الاي هاد الاي هذا تنقصدو به واش الجسم اس 1 ولا اس 2 كاين اس 1 اس 2 في التطبيق ديالها شوف اش تنديرو ملي غتبغي تطبق هاد العلاقه هادي اش تدير تكتبها بعدا هي الاولى ياك وتدير هكا غتكتب ليا ام اي في الفيكتور جي جي اي وعاود تكتبو مره اخرى بلوس ام اي في لو فيكتور جي جي ايغال فيكتور نول علاش كتبت جوج المرات لان عندي جوج الاجسام هاد الكتابه الاولانيه خاصه بلو كور اس 1 وهذه خاصه بلو كور اس 2 هكا ديما ديرو باش هاد اي تفهمها مزيان غتولي ام شتي هاد اي هي لا ماس ديال هذا ملي تنقول ام اي هي لا ماس ديال اس 1 شكون هي لا ماس ديال اس 1 هي ام 1 تتحيد اي دير واحد في لو فيكتور جي ثم جي ثاني هاد الاي ثاني هي ديال لو كور 1 ديال جي 1 والجي 1 هي هادي زيد دابا راه فهمتو شكون ام اي الثانيه لا ماس ديال اس 2 هي ام 2 في لو فيكتور جي شكون لو فيكتور جي زيد جي اي شكون جي اي هي جي 2 ايغال ا كوا فيكتور نول اذا هاد الكتابه كان عليا نكتبها هادي نيشان بلا ما ندير الوسطانيات دابا هادشي كله اش خص تجبد منه خاص تعطيني المسافه ماذا جي جي ان الحاجه الاولانيه تلاحظوا معايا بان لي فيكتور تحيدوا دابا حضروا راسكم تنجيو لهنا تنخليو ام ان في لو فيكتور جي جي ان ايغال هاد زائد دوزو لهاد جي تعطيك موان M2 في لو فيكتور كوا جي جي 2 بما ان عندي لي ماس نعوضهم شحال M1 1 كيلوغرام استاذ شحال M2 2 كيلوغرام عوض خصكم تحيدوا لي فيكتور هنا تدخل الرياضيات ماشي تلحق تبقى تحيد في لي فيكتور شوف الله يرضي عليكم تديروا هكا تدير واحد جوج الخطوط من هنا جوج من هنا جوج من هنا جوج من هنا هادو تيتسماو في المات الماندام لا نورم في الما في اون فرونسي لا نورم شوف الله يرضي عليكم فين ما يكون عندكم الماندام شي متجهه اي تديروا اي وكتحيدوا الفيكتور في المات سواء تكون بلس ولا تكون موان هذه قواعد في الرياضيات غنطبقها هاد الواحد في حاله ما كاينش هادي اش غتكتب لينا هادي هادي
هذه راه بحال هاتي حيد فيكتور غتاطرجع مسافه عرفتي غير تزيدوا دوك هذوك العارضات بربع هذاك المنظم تيتقلب كلشي يوليو مسافات ايكال الموا ما تيبقاش راه كتبتها هنا الموا تيطير هذاك لو دو ما خصوش يمشي لان ماشي فيكتور هذا حيدو دير ليه مسافه هذه واحد العلاقه الاولى لقيتي جي جي ان تساوي دو جي جي دو انا سؤالي شنو هو حسب لي جي جي ان الا بغيتي تحسب هذه غادي راه ما عندكش ولكن عطيك واحد المعطى في التمرين شوف اش عطيك عطيك واحد 100 سنتيم هذيك 100 سنتيمتر ماذا تمثل 100 سنتيمتر هي المسافه كامله من هنا لهنا يعني هي المسافه من جي جي ان زيد عليها جي جي دو غتكتب بان جي جي ان زائد ماذا جي جي دو ايكال 100 سنتيمتر هذه ليكواسيون دو اسميت هذا الشيء في الرياضيه سي سكون ابيل ان سيستيم خصو يتحل في دو زانكون عذرا انا تنقلب على ايش تنقلب على جي جي ان غادي تشدو ليكواسيون الثانيه جبدو منها المسافه جي جي دو اش غتعطي تعطينا 100 اموا لا ديستانس جي جي ان هذه في ليكواسيون 2 سير عوضها في ليكواسيون 1 شوف ليكواسيون 1 غتولي عندك جي جي ان ايغال 2 فوا فاكتور شكون هي جي جي 2 ديريتيها من الثانيه هي 100 اموا جي جي ان غتولي عندك المسافه جي جي ان شر هذه 2 فوا 100 شحال هي 200 موان 2 فوا جي جي ان 12 موان هنا غتولي 3 جي جي ان ايكال 200 دونك لا ديستانس جي جي ان هي 200 سو 3 200 سو 3 سي 66.66 سنتيمتر حتى لقيتي الجواب يعني ان داك جي بعيد على جي ان ب 66.66 سنتيم وداكشي اللي بقى ل 100 غادي يكون غادي يكون اس 2 عقلوا على هذا الجواب هذا لانني غادي نخرجها بطريقه اخرى عقلوا على هذا الجواب مزيانه عقل مزيان لا فورمول باريسونتريك هي هذه ولكن كاينه واحد لا فورمول باريسونتريك اخرى هي هذه او جي ايتيغال سيغما دي او جي اي عفوا سيغما دي ام اي او جي اي سور سيغما دي ام اي هادو كلهم جوج سميتهم لي فورمول باري سونتريك كل استاذ باش تيخدم اجو نطبقو الثانيه غدير او جي ايكال المقام هو الاول شكون سيغما دي ام اي غدير لا لان السيغما هي المجموع غدير لاماس ديال الاول زائد لاماس ديال الثاني هي اللي في المقام شكون سيغما دي ام اي او جي اي قبيله غدير ام 1 في لو فيكتور او جي 1 بلس ام دابا هنا دير في الاول واحد واحد شويه دير جوج جوج ام 2 في لو فيكتور او جي 2 في المشكل هو ان هاد العلاقه خصها واحد او هو اصل المعلم خصو يتحط خاصك تختار او هنايا ضروري المشكل هو او واستاذ فين تنختارو كاين اللي غادي يقول لي غنختارو هنا ولا نختارو هنا ولا نختارو هنا شوفوا الطريقه الاختيار ديالو طريقه الاختيار ديالو انت ماذا تريد تريد ماذا جي جي الهدف ديالك هو جي جي ان مزيان الا كنتي تتقلب على جي جي ان اسمحوا لي انا غنعاود نكتبها هنا شوفوا مزيان دابا الهدف شنو هو الهدف هو تحسب جي جي ان ولا جي ان جي ماشي مشكله بحال بحال الهدف هو تلقى لي المسافه من جي ان جي كتبها لتحت شوف هاد جي كاينه هنا كاينه استاذ اذا اخص يكون هو جي واحد عقلو مزيانه دابا انا باغي جي جي ان كتبها تحت او جي غتبان لك هاد جي هي هادي اذا خص او تكون في جي ان تتمشي للشكل تقلب على جي واحد دير فيها او وكمل شوف واش غيوقع شحال ام 1 بلس ام 2 1 كيلوغرام زائد 2 كيلوغرام هي 3 كيلوغرام حيد بعدا حيد لي هذوك لي ماس بعدا من تما ها زيد غدير ام 1
في دابا او ما نشوفش او حيدها شكون هي او اش قلنا في او اش قلنا في او الدراري او هي الجي ام حيد او ردها الجي ام يعني هاد او حيدها غتولي جي ان جي ام زيد ام دو زيد جي جي ان جي دو يعني هذاك الاو تيتحيد تتعوضو بالجي ان اشنو هادي جي ان جي ان شحال المسافه بين نقطه ونفسها هادي راه فيكتور نيل هادي زيرو طير هادي مشات ملي غتحيد هادي اش غادي يبقى ليا غتبقى ليا فيكتور غتبقى ليا جي ان جي ايغال كاينه 3 شكون اللي بقى لك الفوق ام 2 شحال لا فالور د ام 2 2 كيلوغرام شكون اللي بقات جي 1 جي 2 تندخلوا لو موديل شكون الموديل هادي هي لا ديسونس جي 1 جي ولات 2 الموديل هادي غتولي مسافه شحال المسافه من جي 1 حتى جي 2 100 سنتيمتر قسم على 3 100 فوا 2 هي 200 200 سور 3 هي اللي لقينا قبيله هي 200 سور 3 66.66 سنتيمتر وبالتالي تلاحظوا بان دو فورميل ديفيرونت ولكن تعطينا لو ميم كوا لو ميم ريزولتا كاين امثله اخرى غادي نشير لها فقط هنا ولكن حتى اللي ديطي في التمارين ان شاء الله يمكن لي نجي دابا مثلا نعطيكم عارضه كاين كتله هنا كتله هنا وهاد العارضة عندها كتلة يعني أن الجسم S1 عنده واحد جي ان ديالو الجسم S2 عنده جي 2 ديالو العارضة عندها جي 3 غادي يولي عندي ثلاثة جيات خصني نبدا نقلب على الجي ديال لو سيستيم كامل في التمارين مثال آخر يمكن لي نجي نعطيك مثلات كليمات غنقول لك قلب لي على السونتر جرافيتي ديالو فين غادي يجي ولكن بالحساب يمكن لي نعطيك مثلث لاصق في ان كاري بجوجه في لو سونتر ديال الجرافيتي ديالهم يمكن لي نجي هنا نزيد لك مثلا مثلث اخر ثلاثه في لو سونتر ديال الجرافيتي ديالهم يمكن لي نجي مثلا غادي نعطيكم واحد لاسفير كره تعرفوا لاسفير سفير هوموجين فين تيكون لو سونتر ديال الجرافيتي ديالها تيكون في الوسط نقدر نجي نعطيك انا هاد الكره ولكن متقوبه في واحد لو ترو في ان ترو غنقول لك فين دابا لو سونتر جرافيتي ديال كلشي يعني كاين بزاف ديال الامثله في لو سونتر جرافيتي تنفكوها بكوا لا فورمول باري سونتريك هذا غير سي الكور لي ديطاي في التمارين الى ان نلتقي في التمارين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.